تجددكم على أمواج إذاعة طنجة تحققون متعة الإصغاء. مرحبا بلي جاء لإذاعة طنجة ولي جيت فجأة. لسنوات عديدة فاقت الستين آنست إذاعة طنجة أذان المستمعين المغاربة وغيرهم عبر أصوات أجيال من الصحفيين وباقات من البرامج الهادفة جعلها تتألق وطنيا ودوليا من خلال إحرازها لجوائز هي اعتراف بمهنية وكفاءة المحطة، مهنية ليست وليدة اليوم بل هي صفة لازمتها منذ نشأتها عام 1946، تاريخ تأسيس إذاعة طنجة كمحطة إذاعية دولية تبث برامجها باللغات الأربع: الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية والعربية. يصعب أن أختزل المسار الإعلامي الحافل لهذه المؤسسات الإذاعية العريقة، سأتوقف عند أبرز محطة ضمن هذا المسار الإعلامي لإذاعة طنجة. يتعلق الأمر بالزيارة التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس لمدينة طنجة يوم 9 أبريل من عام 1947. نجد أن إذاعة طنجة الدولية راديو تانخير انترناسيونال واكبت الزيارة التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس لمدينة طنجة وسجلت خطابه التاريخي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد نفي جلالة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية إلى مدغشقر واندلاع شرارة الكفاح الوطني، نجد أن المقاومة الوطنية اختارت أثير إذاعة طنجة وحدها دون سواها لتمرير رسائلها المشفرة إلى الفدائيين وعناصر المقاومة الوطنية. محمد الخامس رحمة الله عليه وهو في المنفى بمدغشقر كان يواظب على الاستماع لإذاعة طنجة التي كانت تشكل بالنسبة إليه إحدى القنوات الأساسية لمعرفة ماذا يقع داخل الوطن من أحداث المستجدات. بعد الاستقلال مباشرة وتحديدا يوم 19 شتنبر من عام 1957، قام جلالة المغفور له محمد الخامس بزيارة مفاجئة لمقر إذاعة طنجة. كانت زيارة حب ووفاء وإخلاص لهذه المحطة وطاقمها، كانت زيارة خالية من جميع مظاهر البروتوكول. كان محمد الخامس رحمه الله يعرف صحفيي ومذيعي إذاعة طنجة بأصواتهم، ولكنه أبى من خلال هذه الزيارة إلا أن يتعرف عليهم وجها لوجه. خلال فترة الستينيات وبالضبط عام 1968 استطاعت إذاعة طنجة أن تحقق أكبر نسبة استماع متفوقة على كبريات المحطات الإذاعية، كما جاء في استطلاع أنجز من طرف مؤسسة أجنبية متخصصة آنذاك، وذلك بفضل تخصيصها لموجة بث موجهة إلى الشعب الجزائري إبان محنته مع الاستعمار الفرنسي من خلال إذاعة صوت الجزائر الحرة، والتي كانت تبث برامجها بالعربية والفرنسية والقبائلية، فضلا عن قسم موريتانيا وإفريقيا الذي كان يوجه برامجه لموريتانيا بالحسانية ولباقي الشعوب الإفريقية بالولوف والسواحل وغيرها. سنة 1960 بطبيعة الحال تغير اسم إذاعة طنجة إلى صوت المغرب، وما لهذا الاسم بطبيعة الحال من دلالة بالغة، لكن سرعان ما استعاد إذاعة طنجة اسمها المعهود الذي هو إذاعة طنجة. لنصل بسرعة فائقة إلى مرحلة السبعينيات، والكل يتذكر بطبيعة الحال تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار الوطن في أحلك وأصعب فترة من تاريخه. نجد أن إذاعة طنجة وقفت إلى جانب الشرعية الوطنية وصدحت بصوت الحقيقة. في منتصف السبعينات الدور الذي لعبته إذاعة طنجة بطبيعة الحال إلى جانب الإذاعة الوطنية في تنوير الرأي العام ونقلت أجواء المتطوعين وهم يعبرون الحدود الوهمية. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. لم يقتصر دور الإذاعة طنجة على توثيق أهم المراحل السياسية التي عرفها المغرب، بل عملت على كسب شريحة مهمة من النخبة المثقفة بالمغرب وباقي الدول العربية، شريحة كان تواصلها مع المحطة ليليا بامتياز، ساهمت بأفكارها في إغناء الحوار المرتبط بكل القضايا التي يتم طرحها فكرية كانت أو ثقافية أو سياسية، حتى لقبت المحطة بإذاعة ديمقراطية منتصف الليل.
في ديوان شعري جميل جدا لأحمد عبد المعطي حجازي شاعر المصري الرفيع. هناك قصيدة جميلة موسومة بعنوان كائنات منتصف الليل. هذه الكائنات لها من الخصوصية البارزة، لأن الليل هو للإنصات والإصغاء بشكل عميق لمكنون الذات، للمشاعر في صفائها، للذهن في تجلياته. لذلك فاختيار إذاعة طنجة لتعميق النقاش الثقافي والفكري ليس فحسب في جغرافية المغرب الأقصى الصغيرة جدا، ولكن في رحابة الجغرافية العربية. ولعل إذاعة طنجة في سنواتها وعقودها الماضية التي خلت كانت دوما المنارة التي تضيئنا وتضيء العتمات في سديم الليل في زمن نعت بسنوات الاحتقان الاجتماعي والسياسي. كان الكل يجد ملاذه الأخير في النقاش العميق بإذاعة طنجة، وضيوف إذاعة طنجة ينتشرون ويتوزعون في مختلف ربوع العالم العربي والإسلامي. كذلك ميزة إذاعة طنجة أنها تضم داخل أسرتها الصغيرة العديد من الأسماء المثقفة التي تكتب في القصة كما في الشعر كما في الأبحاث المختلفة. ولتلبية رغبات مستمعيها المغاربة أو الأجانب، أخذت إذاعة طنجة على عاتقها صون الذاكرة والحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي الذي تسخر به خزانتها من خلال توثيق مختلف التسجيلات الموسيقية والغنائية التي فاقت 4500 تسجيل، بالاعتماد على برنامج معلوماتي يمكن منتجي الإذاعة من إدراج أي مادة غنائية بسرعة ويسر وجودة صوتية عالية، كما تتوفر على أرشيف صوتي يتضمن مواد نادرة وحوارات ووثائق صوتية لكبار المثقفين والمبدعين في مجالات مختلفة من المغرب وباقي دول العالم. فهل ستحافظ هذه الإذاعة التي استحقت صفة مقاوم في يوم من الأيام على تألقها في ظل تكاثر المحطات الإذاعية الخاصة؟